الشباب والمرأة هما الدافعان الأساسيان لهذه الاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة عبر وزيرة التكوين المهني والحرف السيدة حسنى إيزابيل كاسيري من جهة، وممثل البرنامج الأممي للتنمية السيد كامل كمال الدين من جهة أخرى. الاتفاقية تدعم 500 تجمعات إنتاجية نسوية وشبابية بولاية تانجليه موزعة على 42 كانتونا بالولاية تبلغ قيمتها المالية 1.3 مليار فرنك سفة. وزيرة التكوين المهني والحرف حسنى إيزابيل كاسيري أشارت بتمويل برنامج الأمم المتحدة والبنك العربي للتنمية للمشاريع التنموية، حيث إن المشاريع الشبابية والنسوية تعد من أولويات سياسة رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس ديبي إتنو الخاصة بمحاربة الفقر بكل الوسائل المتاحة. من جانبه ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية كامل كمال الدين ثمن جهود التعاون الثنائي القائم بين البرنامج والحكومة، وقال إن هذه الاتفاقية أبرمت من أجل تمويل مشاريع الإنتاج للشباب والنساء وتعزيز الكفاءات بالولاية، مفيدا بأن هذا التمويل بمثابة قرض سيتم دفعه في موعده المحدد عبر تقديم تقارير تمهد الطريق لاستمرارية التعاون الثنائي. وتوج الحفل بالتوقيع على اتفاقيتين، أولاها مع ممثل التجمعات الإنتاجية والثانية مع رئيس مجلس إدارة القروض الصغيرة بولاية تانجليه.